اهلا بحضراتكم معانا علشان نتكلم في تفاصيل الاخبار. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان مصر غنيه بالموارد الطبيعيه، خصوصا طاقه الرياح، الطاقه الشمسيه، الطاقه التي تؤهلها لتكون واحده من اكبر منتجي الطاقه المتجدده. جاء هذا في كلمه السيد الرئيس اليوم في الندوه الدوليه التي نظمتها المنظمه الدوليه لتطوير مشروعات الربط الكهربائي جيدكو حول معالجة أزمة المناخ والبيئة، ألقاها نيابة عن الرئيس دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبر خاصية الفيديو كونفرنس. دكتور بسيم يوسف رئيس شعبة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور بسيم، يعني طبعا كلمة السيد الرئيس اليوم مش منفصلة عن توقيع تحويل منتدى غاز الشرق المتوسط لهيئة حكومية بالأمس ومقرها القاهرة، وهذا التعاون الكبير بين قبرص، اليونان، إيطاليا، مصر، الأردن، إسرائيل، لحتى لصناعة واستحداث بنى تحتية كما جاء في الاتفاقية لتسيير مسألة تداول الطاقة والغاز. أحب أعرف رأي حضرتك في تصريح الرئيس عن الطاقة والطاقة المتجددة في مصر. نبدأ حضرتك بالطاقة المتجددة، لأن الدولة ادتها اهتمام خطير جدا في الخمس سنين الأخيرة، واتعمل مزرعة لطاقة الرياح بنبان دي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية، لكن طاقة الرياح، طاقة الرياح اللي هي جنب بير الزيت، اللي هي اللي اسمها جبل الزيت قبل الغردقة، ناحية ما بين راس غارب والغردقة، واتعملت مزرعة خطيرة وبتولد أكتر مما كان متوقع من طاقة الرياح. والأطلس العالمي بيقول هذا الكلام، إن المنطقة دي بتدي سرعة رياح هي المثلى لإنتاج الطاقة الكهربائية. أما بقى الطاقة المتولدة من الشمس وهي في بنبان، عندنا أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم حاليا، ودي هتعمل طفرة في الطاقة النظيفة، وهتخش على الشبكة أو خلاص اتربطت بالشبكة الموحدة، بالإضافة إلى التعريفة الجديدة اللي قايم بيها جهاز تنظيم الطاقة في مصر، وبنسميها التبادلية ما بين الطاقة الشمسية اللي حضرتك تقدر تحطها في بيت سيادتك وتقدر تدخلها على الشبكة أو تاخد من الشبكة. تمام. دي هتخدم مصانع كثيرة جدا، هتخدم البيوت، هتخدم الأماكن السكنية الجديدة، ودي بصراحة في تشجيع خطير من الدولة بالنسبة لي. ده الجزء الأولاني. الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه إن السيد الرئيس كان له وجهة نظر، ودي هتتعمل قريب جدا، إن مصر هتبقى مركز للطاقة. عندنا النهاردة الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وعندنا جزء كبير جدا للطفرة اللي حصلت في توليد الكهرباء بعد سنة 15 إلى الآن، وعندنا نقدر نربط هذه الطاقة بالدول الجوار، ودي دخل تاني هنقول عليه دخل قوم. ليه؟ لأن حضرتك لازلت مع، طبعا الناس هتزعل لما أقول إن بالنسبة للسعر العالمي احنا لازلنا ارخص كتير منه. فلما حضرتك هتبيع هذه الطاقة لدول الجوار هتبيعها بالسعر العالمي، وهتتنقل مش بس لدول الجوار، انت حضرتك في اتفاقيات بتجري حاليا ما بين مصر وقبرص واليونان والاردن واسرائيل والحتة دي كلها، ده احنا كمان هنربط
الى جنوب اوروبا من ناحيه الشرق. ايوه. وقريب برضو ان شاء الله محطوطه في الخطه الامور تستقر في اول دوله جنبنا غربا. أيوة. ونوصل بيها الى اسبانيا. صحيح. طيب كمان يا دكتور في المفاعل النووي اللي مصر شرعت فيه بدايته ده بيعطي ايضا طاقه تعتبر متجدده نظيفه مش كده؟ هي طبعا مع التقدم العلمي الجبار اللي اتعمل في الطاقه النوويه. ايوه. هتدي قدره هائله في هذه المنطقه، توصل الماكسيموم بتاعها ل 4.8 من 10 جيجا وات، يعني حوالي 4800 ميجا، وده رقم كبير جدا. وهيخش برضه على الشبكه الموحده. متوقع سنه كام يا فندم يبتدي انتاج الكهرباء؟ هتتعمل على مراحل، سنه 23 سنه 26 ثم سنه 30. بشكرك يا فندم. هتبقى وصل الطاقه الكامله وتبقى مصدر فعلا، بالاضافه الى الغاز والاستكشافات الغاز اللي طلعت، هتبقى مصر مصدر او منطقه مركز تبادلي للطاقه في الشرق الاوسط. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور بسيم يوسف رئيس شعب الطاقه الجديده والمتجدده باتحاد الصناعات المصري. ايضا السيد الرئيس استقبل صباح اليوم قصر الاتحاديه كل من السيد المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفه حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. السفير بسام راضي قال ان الرئيس اطلع خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود كل الاطراف لتنفيذ وقف اطلاق النار والحفاظ عليه ميدانيا، وعلى الجهود الليبيه لدفع عمليه السلام برعايه الامم المتحده. ممكن نخرج نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع مع حضراتكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. عقد اللقاء في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتقويض التدخلات الخارجية. وقد رحب السيد الرئيس في بداية اللقاء بالقادة الليبيين مؤكدا سيادته على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية. وقد اطلع السيد الرئيس خلال اللقاء من المسؤولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا وتفاعلات الدولية ذات الصلة وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما اطلع سيادته على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى. أضاف المتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل. كما أثنى السيد الرئيس على الجهود والتحركات التي قام بها المستشار عقيلة صالح لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن سيادته موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار، داعياً كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية والمنبثقة عن قمة برلين برعاية الأمم المتحدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، وإعلان القاهرة وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية. وقد أعرب السيد الرئيس عن ترحيب سيادته بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.
أوضح المتحدث الرسمي بأن المسؤولين الليبيين أعربا عن تشرفهما بلقاء السيد الرئيس، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة السيد الرئيس في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي. الأستاذ رضا شعبان الباحث في الشؤون الليبية، مساء الخير. مساء الخير فندم. أستاذ رضا، يعني هل من جديد على الأرض بعد كل الخطوات الأخيرة ومحادثات جنيف، محادثات المغرب، محادثات القاهرة، بعضها برعاية الأمم المتحدة وبعضها جهود فردية، هل من جديد على الأرض في ليبيا؟ لا، هو يعني ليبيا تتهيأ لإنجاز كبير يعني يوقف هذا الاقتتال من خلال الوصول إلى حل سلمي مكتوب. هناك عدة مشروعات كما تفضلت وأشرت، في مشروعات إقليمية ومشروعات دولية ومشروعات أوروبية، لكن السيد الرئيس أكد على يعني الثوابت المصرية في التعاطي مع الأزمة الليبية، في الخطوات الإيجابية التي أبداها، الإشارات الإيجابية التي أبدتها الأطراف الليبية، إضافة إلى تأكيده على أن مصر تقف بجوار الليبيين ولا تقف بجوار أشخاص أو أفراد معينين، إضافة إلى تسمينه للجهد المبذول على المستوى السياسي والمستوى العسكري في ليبيا، المستوى السياسي بقيادة المستشار عقيلة صالح، والجهد العسكري بقيادة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والذي يعني أثنى السيد الرئيس على دوره في مكافحة الإرهاب في ليبيا والميليشيات، وتثبيت وقف إطلاق النار برضو من طرف الجيش الوطني، برضو الرئيس أثنى على هذا الأمر. يعني ده صحيح، يعني عدم استجابته يعني للاستفزازات اللي بتحصل من الميليشيات المسلحة. يعني ده صحيح يا فندم، وده يعني من الكياسة العسكرية للقائد العام للجيش الوطني الليبي الذي يدرك طبيعة المشروع المواجه، يدركه إدراكا حقيقيا، ويدرك المشروع الذي يقف خلف هذه الميليشيات وخلف هذه المرتزقة ومحاولات السطو على إرادة ليبيا وسيادتها. السيد الرئيس السيسي أكد أيضا على الثوابت المصرية أمام الجمعية العامة بالأمس، الجمعية العامة الأمم المتحدة، فيما يخص محاربة الإرهاب، فيما يخص الدول الداعمة للإرهاب، فيما يخص الملف الليبي تحديدا، وقد أعطاه يعني جزءا كبيرا من خطابه أمام الجمعية العامة وأكد على ذلك. اللقاء اليوم يعني البعض يحاول الترويج إلى أنه تقريب وجهات نظر بين المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، على عكس الواقع. الواقع هو تنسيق ما بين السياسي وما بين العسكري في التعاطي مع الأزمة الليبية، وقريبا يعني هناك أنباء تتردد أن هناك اجتماعا للقبائل، لكل قبائل ليبيا شرقا وغربا، قد تستضيفه القاهرة في الأيام القادمة تمهيدا تمهيدا يعني الوقوف على خط واحد، جميع الليبيين الوقوف على خط واحد في اتجاه للدفع في اتجاه السلام والتسوية السياسية، حتى ينعم الليبيين بخيراتهم، وحتى يعني تنتهي هذه يعني المقتلة الموجودة في ليبيا. بشكرك أستاذ. والجهود التي تقف وراءها. بشكرك جدا أستاذ رضا شعبان الباحث في الشأن الليبي، ويا رب يكون في وثيقة يعني بعد أي وقف لإطلاق النار وتثبيت هذا الوقف بتبتدي مرحلة سياسية، فإحنا في انتظار أن تصاغ هذه المبادئ في وثيقة ويتم انتخاب مجلس
نواب جديد، يتم انتخاب حكومة زي ما كان بيتقال في تحضيرات الدستور الليبي. يعني نتمنى أن الأمور تسير للأمام. النهاردة كمان تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 15 سفير جديد بالقاهرة. المتحدث باسم الرئاسة قال أن الرئيس رحب بالسفراء الجدد وأكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات للبناء والتنمية في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وما فيه الخير والتقدم لشعب مصر وشعوب هذه الدول والإنسانية جمعاء. السفراء يعني مش هقول أسميهم لكن هقول أسماء الجمهوريات، هم سفراء لجمهورية أوروغواي الشرقية والبرتغال، جمهورية البرتغال، وسفير ومفوض للكرسي الرسولي بالفاتيكان، وأيضا سفير دولة إسرائيل، سفير جمهورية كوريا، جمهورية بنغلاديش، جمهورية السودان، مملكة الدنمارك، جمهورية إثيوبيا، سفير المجر، الاتحاد الأوروبي أيضا له سفارة، وأيضا مملكة هولندا ومملكة بلجيكا وجمهورية كازاخستان ومملكة ليسوتو. دول السفراء، ودي لقطات من الاستقبال الرسمي للسادة السفراء الجدد. والحقيقة برضو يعني مسألة سفير جديد من إسرائيل دي مسألة يعني مهمة، وأعتقد أنها يعني بتعلن عن ده سفير طبعا الكرسي الرسولي في الفاتيكان وممثل بابا روما، بتعلن عن موافقة مصر وترحيبها باتفاقات السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات والبحرين وما قد تليها من دول علشان المنطقة يعني تقل فيها حدة الاختلاف والتوتر وتنمو فيها المشاريع الاقتصادية وغيرها من يعني مسوغات رفاهية المواطنين. ممكن في نفس السياق وبنفس اللقطات أو لحضرتكم الخبر اللي جاي لأنها مرتبط بنفس الموضوع. الدبلوماسية الإسرائيلية أميرة أوران أصبحت النهاردة أول امرأة تم اعتمادها سفيرة لإسرائيل لأول مرة لدى مصر. وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمام حضراتكم اللقطة، وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة إسرائيل بالعربية على موقع فيسبوك تقول إن أوران قدمت اليوم أوراق الاعتماد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل أقيم بالقصر الرئاسي بالقاهرة. وأشارت الوزارة لأن الحفل انطلق بعزف النشيد الإسرائيلي لدى دخول الدبلوماسية القصر، مضيفة أن محادثة جرت بين السفيرة الجديدة والرئيس المصري حيث شكرته على جهوده في تعزيز السلام في الشرق الأوسط. وأصبحت أوران السفير الإسرائيلي 14 الذي يعتمد في مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين الطرفين. طبعا إسرائيل لا تألو جهدا في أن تروج للدولة الإسرائيلية وأن تتحدث عن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، تتحدث عن ارتفاع علم إسرائيل على الطائرة في الرحلة الجوية الأولى إلى الإمارات لكي بتقل وفد كبير من أمريكا وإسرائيل، والنهاردة كان في وفد برضو إسرائيلي في البحرين. وهذه الأمور أمور طبيعية، إحنا مش ضد إسرائيل ومش ضد الشعب اليهودي ولا الديانة اليهودية، إحنا ضد الممارسات الصهيونية السياسية اللي بتأكل. والحقيقة عجبتني قوي كلمة الرئيس امبارح لما قال وتتآكل الأرض الفلسطينية من تحت الشعب الفلسطيني، ولابد أن الأمم المتحدة توقف هذا التآكل. طبعا الحديث واضح عن ضم الأراضي الفلسطينية المزيد منها يعني لإسرائيل، واللي طبعا بيستخدموا نتنياهو كورقة انتخابية هامة في الانتخابات القريبة القادمة. طيب، الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى توجه صباح اليوم للبحرين لإجراء محادثات حول صياغة الاتفاقيات بين البلدين في أول رحلة جوية مباشرة عبر الأجواء السعودية، ودي أيضا برضو تاني مرة في التاريخ تعبر
تعبر الأجواء السعودية طائرة إسرائيلية. بحسب مراسلة شبكة روسيا اليوم، فإن الوفد يضم شخصيات إسرائيلية رفيعة لصياغة الاتفاقيات بين البلدين بعد إعلان التطبيع بين الجانبين. والقناة الإسرائيلية قالت أنه لأول مرة استخدمت طائرة تابعة لشركة يزرائيل، ولأول مرة استخدمت طائرة تابعة في المجال الجوي السعودي في رحلة للبحرين. أقلت الطائرة شخصيات إسرائيلية وهم في المنامة الآن لإجراء محادثات لإقامة مقر للشراكة في العاصمة البحرينية. والسعودية طبعا كانت قبل كده أعلنت فتح المجال الجوي رسميا للطائرات الإسرائيلية المتجهة للبحرين والإمارات بعد توقيع البلدين اتفاق سلام مع تل أبيب الأسبوع الماضي. طيب خلوني أروح للخبر اللي قلت لكم نبذة عنه في استعراض الأخبار. نيافة الحبر الجليل أنبا رفائيل أسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، أنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية ناقشوا رسالة أو اشتركوا الحقيقة في مناقشة رسالة دكتوراه المقدمة من الباحث المعلم سعد بطرس مرتل كنيسة الشهيد ماري جرجس بخمروي بشبرا. الرسالة حملت عنوان بعض ألحان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومثيلتها في كل من الكنيسة الكاثوليكية واليونانية والإثيوبية. أقيمت المناقشة بقاعة المسرح بكلية التربية الموسيقية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان، وفي لقطات على سلم الكلية. المعلم سعد بدأ خدمته كمرتل بكنيسة ماري جرجس خمروي في 6 يناير 90، ووقتها كان طالب بمعهد ديديموس للمرتلين اللي تخرج فيه وكمل تعليمه باجتهاد، واستخدم طريقة برايل للقراءة لمكفوفي البصر حتى حصل على بكالوريوس التربية الموسيقية، والآن يدرس في تمهيدي الماجستير. ده طبعا معلومات كانت متاخدة من قبل كده. ويجيد العزف على عدة آلات موسيقية بالإضافة لعضويته في مجلس رابطة المرتلين لأكثر من دورة. المعلم سعد بطرس مساء الخير. مساء الخير أستاذ إيهاب. إزيك يا معلمي؟ ربنا يخليك ويبارك في حضرتك. ألف مبروك تكريم سيدنا البابا لحضرتك النهاردة. ربنا يخليك، ده شرف كبير أن أخذ بركة قداسة البابا النهاردة. الحقيقة يعني حضرتك نموذج مشرف، وأنا سعيد جدا بأن حضرتك حصلت على رسالة الدكتوراه، وبحيي من خلالك كلية التربية الموسيقية لأنها في الرسالة بتاعتك وفي رسالة دكتور جورج كيرولوس وفي أكتر من رسالة أنا حضرت أجزاء منهم عن التراث القبطي وعن الموسيقى الكنسية. تحب تقول لنا إيه عن هذه التجربة أن أنت مش ناقشت رسائلك مثلا في المعهد أو في الإكليريكية أو في كليات كنسية، لكن ناقشتها في جامعة حلوان العريقة؟ هو أنا الحقيقة طبعا بعد ما خلصت دراسة مع ديدموس حبيت أن أنا أنمي الموهبة من خلال دراسة طبعا علمية أكاديمية. فدرست في كلية التربية الموسيقية وبعد كده التحقت بالدراسات العليا، فطبعا حبيت أن أنا أقدم الثقافة والحضارة بتاعت كنيستنا مش في الكنيسة بس، حبيت أن أنا أطلع بيها للجامعة، لأن اللي في الكنيسة عارفين الألحان وحافظينها، ولكن أنا حبيت أقدمها في صورة دراسة علمية أكاديمية للجامعة عشان الناس كلها في الجامعة تقدر تعرف الثقافة والألحان المتوارثة من أبائنا وأجدادنا الأولين. فطبعا دوننا الألحان دي نوتة وحللناها وعلقنا عليها وعملنا النتائج البحث، وطبعا كل ده حاجة مشرفة أن كلية تربية موسيقية وجامعة حلوان تفتح لنا أبوابها وتسمح لنا أن احنا ندرس أو نقدم رسالة علمية من ماجستير ودكتوراه في الألحان الكنسية. وطبعا أمتاز الفرصة أوجه الشكر للأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور سيادة العميد دكتور كرم ملاك، لأنه الحقيقة يعني ذلل لنا أي عقبات كانت بتقابلنا في الكلية. بشكر دكتور كرم ملاك من كل قلبي، وطبعا أحب أشكر أستاذي الدكتور يسري حنفي حسين الحمودي
وده كان اشرف معايا على رساله الماجستير ورساله الدكتوراه. الحقيقه هو كان يعني تعب معايا كتير جدا طوال الثلاث سنين الدكتوراه والثلاث سنين الماجستير. بذلنا مجهود كبير جدا لان طبعا الالحان الكنسيه ذات طبع خاص ولها خصائص خاصه بها تميزها، فطبعا كل ده كان محتاج مجهود كبير جدا. دكتور سعد عايز اسالك عن دكتور كرم ملاك، هو عميد تربيه موسيقيه دلوقتي؟ استاذ دكتور كرم ملاك عميد كليه التربيه الموسيقيه. تمام. انا ان شاء الله نستضيفه لان هو يعني صديق وانا متابعه من ايام قيثاره لما كان مؤسس بعض الاكاديميات الصغيره لتعليم اولادنا، وكان الحقيقه بيترقى بقوه وجوده على عماده كرسي عماده تربيه موسيقيه الزمالك، ده شيء مشرف. دكتور سعد خليك معانا، احنا معانا الاستاذ دكتور يسري الحمولي مشرف رساله الماجستير والدكتوراه. مساء الخير يا دكتور يسري. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك وسعداء بمجهودكم في ابراز تراث الكنيسه القبطيه، سواء مع دكتور سعد او مع دكتور جورج كيرولوس او مع اكثر من باحث خلال رسائل الماجستير والدكتوراه في الفتره القريبه الماضيه. احب اعرف يعني تقييم حضرتك للرساله، وماذا اضافت في راي حضرتك مساله المقارنه ما بين الالحان اللي موجوده في الكنيسه القبطيه ومثيلاتها في الكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه الاثيوبيه على حسب ما انا فاكر يعني. اتفضل. اولا انا سعيد جدا النهارده بالتكريم اللي حصل للدكتور سعد ابني من قداسة البابا، يعني دي فرحة لنا كبيرة، وبحس انه عيد فعلا، عيد علينا كلنا. وطبعا الدكتور سعد او المعلم سعد سابقا، وهو لحد دلوقتي المعلم الدكتور سعد، قام بمجهود جميل جدا، حاول انه يربط بين اولا رسالة الماجستير كانت الاول عن بعض الحان الطقوس الكنسيه في الكنيسه الارثوذكسيه وعلاقتها بالمناسبات الاجتماعيه، ودي تمت بنجاح والحمد لله. كملنا بعد كده بقى ان شاء الله ان احنا نقول ان احنا برضو الالحان الارثوذكسيه ديت بتاعت الكنيسه وناخد مثيلاتها بالنسبه للكنيسه الكاثوليكيه والكنيسه اليونانيه والاثيوبيه. هو عمل وجود رهيب جدا لانها مش بس عمليه سرد تاريخي، لا هو جمع الالحان وجاب الالحان بتاعت كل الكنائس ديت وثبتها علميا بالتدوين الموسيقي. اللي هي لاول مره يحصل عمليه تدوين موسيقي لمجموعه الكنائس الاربعه. دكتور يسري، هل انا كنت عرفت انه في توصيه من اللجنه بتوثيق الرساله او طباعتها او شيء من هذا القبيل؟ طبعا هو يعني بالنسبه للرساله اكثر من ممتازه، يعني امتياز مع مرتبه الشرف. نمره اثنين ان هي فعلا لازم توثق انها تطبع على حساب الجامعه ويتم التبادل بين الجامعات والاكاديميات العلميه اللي هي حصلت، اللي هي معهد الدراسات القبطيه الارثوذكسيه والمعهد الكليريكي، على اساس ان يحصل تعاون ودمج بين المؤسسات دي ويحصل تراكم على هذا الجهد الكبير، يبقى في باحثين جدد يعني يمشوا في نفس الطريق وينوروا لنا مناطق اكتر يعني. لازم، ولازم انها تدرس الالحان ديت زي ما احنا بندرس، يعني انا استاذ الغناء العربي اللي هو الشرقي في كليه التربيه الموسيقيه، ادمجت السنه دي تدريس التراتيل الكنسيه وكان معايا الدكتور سعد ومع الموشحات الدينيه الاسلاميه اللي يحصل دمج بينهم، وكان الطلبة طبعا ما بين أقباط ومسلمين غنوا النوعين، وده لازم يحصل لأنه إيه تثبيت للأواصر الصداقة والمحبة، ونمرة اثنين العلم ما فيهوش إلا التوثيق طبعا يا فندم. بشكرك. وديت
الموسيقى ديت او تراتيل الكنسيه هي امتداد للموسيقى المصريه طبعا اساسا فرعونيه بالظبط الموسيقى الفرعونيه وهي يعني امتداد برضو امتداد الموسيقى الكنسيه للموسيقى الفرعونيه من ايام الفراعنه بالظبط فاحنا نقدر نقول انها مصريه طبعا طبعاً. طبعا بامتياز بشكرك جدا استاذ دكتور يسري الحمولي استاذ الغناء ومشرف رسائل دكتور سعد مش عارف دكتور سعد لسه معانا ولا ايه انا مع حضرتك استاذ دكتور سعد يعني انا سعيد بسماع كل هذا الاطراء على شغل حضرتك وكنت عايز اقول لك يعني هل من توصيات خرجت بيها في مقارنه الالحان في الكنيسه الارثوذكسيه والكاثوليكيه واليونانيه والاثيوبيه وطبعا كل كنيسه فيها ما يميزها من خصائص طبعا الحان الكنيسه القبطيه بما ان الكنيسه ترعرعت في مصر فهي قريبه جدا من مقامات الموسيقى العربيه ولكن مع الاختلاف في بعض الكومات دي حاجات في الموسيقى يعني بالنسبه للكنيسه الكاثوليكيه اللاتينيه فيها مدرج موسيقي خاص بها يعني المدرج الموسيقي العالمي بيتكون او بيتكتب من 5 خطوط واربع مسافات بالنسبه للكنيسه الكاثوليكيه اللاتينيه عندها مدرج موسيقي مكون من 4 خطوط و3 مسافات فطبعا قراءه النوتة بتبقى مختلفه عن المدرج الموسيقي العالمي طبعا الكلام ده موجود في الكنيسه الكاثوليكيه اللاتينيه فقط يعني رغم ان النوتة دي مستخدمه الا انها ما فيش حد يعرف عنها حاجه بره الكنيسه طيب دكتور سعد يعني كان الدكتور يسري بيقول لنا انه ادمج بعض الالحان القبطيه مع الموشحات او التواشيح الاسلاميه في تدريس الغناء في كليه التربيه الموسيقيه، ايه اشهر الالحان اللي بقى ملزم للطالب المصري سواء كان قبطي او مسلم انه بيحفظها وبيدرسها في الغناء بكليه التربيه الموسيقيه دلوقتي؟ هو الحقيقه الدكتور يوسف يكتر خيره الراجل يعني انسان فاضل وعنده رؤيه وعنده وحده وطنيه ومحب للمجتمع فيعني ادمجنا بعض الالحان زي المزمور ال 150 اللي هو سبحوا الله في جميع قدسيه هايل هايل ولحن بسيط مش صعب يعني بالظبط وكمان خدنا لحن جيناينان بال3 لغات القبطي واليوناني والعربي جيناينان واليسون وارحمنا يعني هم حفظوها بال3 لغات يعني بيقولوا أليسون إيماس وبيقولوا جنينان وبيقولوا ارحمنا وكمان خدنا ربع من لحن بأورو الله أنا توقعت بأورو طبعا لحن عالمي وكل الناس بتحبه لحن يعني. عالمي وجميل ولحن مفرح وهم الطلبة الحقيقة كانوا فرحانين وكانوا بيستنوا المحاضرة دي عشان يحفظوا فيها الألحان وكانوا بصراحة متعاونين جدا جدا دكتور سعد أنا قدامي صورة جميلة من تكريم قداسة البابا لحضرتك النهاردة وبيغريني لون الشنطة الفستق الجميلة دي عايز أعرف بقى فيها تابلت برايل تابلت ولا فيها إيه يعني بعدين بقى بقولي بيني وبينك بقى حاضر حاضر شكرا يا دكتور وألف ألف مبروك اتشرفت بحضرتك أستاذ إيهاب والله يبارك في حضرتك كتر خيرك وشكرا جزيل الشكر للدكتور يسري الحمولي شكرا يا دكتور يسري على وجود حضرتك معانا حضرتك بالنسبه لرساله الدكتور سعد بالنسبه بالاخص كان مجهود رهيب جدا عمليه تدوين الالحان تراثيل الاثيوبيه لانها من سلم خماسي وصعب جدا ودي وثقناها الحمد لله نمرة 2 انا لما درسنا التراتيل الكنسيه في الكليه في الغناء العربي لعلمك في بعض المزامير منهم على مقامات الموسيقى العربيه اللي هي الشرقيه اشار ليها طبعا تاثرت الكنيسه يعني والحانها عبر العصور بالموسيقى اللي كانت موجوده في مصر وده واضح وعارفينه في الايقاعات وفي الجمله الموسيقيه وفي المقامات وغيرها يعني سبحوه ترتيل سبحوه من مقام هزام مقام شرقي تماما يعني. يعني انا سعيد جدا بالانجاز اللي عمله الدكتور شكرا ليك يا دكتور وبشكركم على اهتمامكم شكرا لرعايه حضرتك يا فندم ربنا يخليك ويستاهل كل خير ان شاء الله وعبال يعني لما يثبت اقدامه ان شاء الله ويحصل دراسات كثيره بالنسبه
ماجستير ودكتوراه في هذا التخصص. بشكرك جدا استاذ دكتور يسري الحمولي، استاذ الغناء بكليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان، ومشرف رسائل دكتور سعد بطرس. الحقيقه نموذج مشرف، واتمنى لكل من يضع لبنه علميه عن الكنيسه المصريه ان ربنا يوفقه ان هو ينجز رسائله على خير وفي اسرع وقت. وانا عايز احكي حاجه شخصيه يعني في دقيقه، انه لما تقدمت ب ان انا اعمل رساله ماجستير عن المسرح في الكنيسه المصريه في حقبه 10 سنين، كان المفاجاه انه انا كنت متوقع انه هيكون في يعني موافقه على مضض بصراحه وبكل امانه، وانا بقول لحضراتكم بكل امانه، لقسم المسرح كلية أداب جامعة حلوان. كنت متخيل أنه بس المشرفين على الرسالة هم اللي يتحمسوا، وأنه يوم عرض البحث على أساتذة القسم يعني هيبقى إيه تمرير كده وخلاص. فوجئت بأنه رئيس القسم بيقول نحن نشرف ونفخر بأن يقدم لنا الزميل فلان يعني رسالة عن المسرح في الكنيسة المصرية سواء القبطية أو مثيلتها كمان من الكنائس الأخرى. صلوا لي بقى خلصها أنا كمان. طيب احنا طولنا في الموضوع ده، بس هو موضوع حلو الحقيقة ومشرف، وأنا سعيد بأنه قداسة البابا سريعا يكرم أولاده اللي بيحققوا نجاحات من هذا النوع. وأسيبكم دقائق لالتقاط الأنفاس ونرجع مرة تانية.